من الميادين، السلام عليكم. هذه النشرة الرياضية المفصلة. 400,000 دولار قيمة العائدات التي حصدتها المباراة الخيرية بين المنتخب القطري وضيفه المصري دعما لشهداء مجزرة بورسعيد وضحايا حادث قطار أسيوط. المبلغ تم جمعه من عائدات البث التلفزيوني والإعلانات وتذاكر اللقاء. ريع اللقاء سيقدم إلى الاتحاد المصري لتوزيعه على أسر ضحايا الحادثتين الأليمتين. المواجهة استفاد منها الطرفان فنيا أيضا. جاءت ضمن استعدادات المنتخب العنابي لبطولة كأس الخليج في البحرين مطلع العام المقبل، وضمن تحضيرات المنتخب المصري للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم. وأنهى الفراعنة اللقاء لصالحهم بهدفين نظيفين لسيد حمدي ومحمد ناجي جدو. عدم حسم وزارة الداخلية المصرية قرارها بالسماح بعودة النشاط الكروي دفع الأمريكي بوب برادلي إلى الطلب من لاعبيه الموافقة على العروض الخارجية التي قد تصلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. المدير الفني للمنتخب نصح اللاعبين بدراسة العروض المقدمة إليهم بجدية والموافقة عليها إذا كانت مناسبة، وذلك لحاجة المنتخب إلى لاعبين جاهزين بدنيا وفنيا خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى مونديال البرازيل. وخلال الأيام القليلة الماضية تلقى أحمد الشناوي ومحمود فتح الله ومحمد ناجي جدو ومحمد أبو تريكة وعمر جابر وغيرهم عروضا للاحتراف في دوريات عربية وأوروبية. الأزمة المتفاقمة استدعت اجتماعا طارئا يعقد هذا المساء ويجمع الاتحاد بوزير الداخلية أحمد جمال الدين ووزير الرياضة العامر فاروق لحسم مصير الموسم الجديد. جمال علام رئيس الاتحاد قال أنه ستناقش إمكانية توفير أمن مباريات الدوري المقرر انطلاقته غدا، وأكد أنه في حال عدم موافقة الداخلية فستتم مخاطبة وزارة الرياضة لتحديد موعد نهائي جديد. وكان الاتحاد قد أرسل خطابا الخميس الماضي إلى جميع الأندية ينفي فيه عدم تلقي أي موافقة أمنية سوى على مباريات النادي الإسماعيلي في ملعب السويس. الفرنسي ميشيل بلاتيني يجدد ترحيبه بإقامة مونديال قطر في الشتاء، وغزل بين مورينيو ومارادونا. فالكاو باق في مدريد حتى نهاية العام، وأبي دال سيكافح للعودة بقوة. كل هذا ضمن فعالية اليوم الأول من مؤتمر دبي الرياضي الدولي. نتابع في هذا التقرير. أثنى رئيس الاتحاد الأوروبي على إمكانات قطر في احتضان العرس الكروي، وترك الخيار لها وللرئيس المقبل للفيفا للبت في إشراك مدن خليجية أخرى في الاستضافة. رئيس اليوفا عرج على موضوع تكنولوجيا خط المرمى، كرر انتقاده لتقنيتي جول ريف وهوك آي. بلاتيني اعتبر أن الأجيال المقبلة أحق بالاستفادة من مبلغ 50 مليون يورو المجيرة لتطبيقها. الظهور الثاني كان ليساندرو روسيل رئيس مجلس إدارة برشلونة، اكتفى بطمأنة عشاق النادي الكتالوني على صحة تيتو فيلانوفا. روسيل أعلن عودة المدرب إلى عمله بعد 20 يوما تقريبا. الهدوء الذي اتسمت به ندوة الرئيس الكتالوني عوضه ظهور الأرجنتيني دييغو مارادونا والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو معا. مارادونا بادر إلى وصف سبيشل وان بالمدرب الأفضل في العالم. البرتغالي استغل فرصة وجوده إلى جانب الأسطورة ورمى بسهامه نحو السير أليكس فيرغسون. مورينيو رد على التعليق الساخر لمدرب مانشستر يونايتد، قال: إذا كان السير سيجهز نبيذا فاخرا لي حين نلتقي في دوري الأبطال، يبدو أنني سأبدد المئات من اليوروهات عليه. وفي جلسة مشتركة مع المدافع الفرنسي إريك أبيدال، أكد المهاجم راداميل فالكاو بقاءه في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي. النمر الكولومبي أعلن عدم مغادرته خلال فترة الانتقالات الشتوية. فالكاو أعرب عن فخره وسعادته لاهتمام عدد من كبار الأندية الإنجليزية به، صاحب 20 هدفا مع الروخي بلانكوس هذا الموسم في 17 مباراة. وعد الجماهير المدريدية ببذل كل جهد ممكن لمقارعة برشلونة على لقب الليغا. مدافع النادي الكتالوني أشاد بفضل البلوغرانا عليه. أبيدال اعتبر أن كل لاعب في البرشا هو بمثابة أحد أبنائه. الفرنسي وعد محبيه بالمقاومة للعودة ولم يرهن مشاركته مع برشلونة بوقت محدد. إريك جزم أنه سيكافح لتحقيق السعادة له ولأسرته وناديه. استغل الإيطالي كارلو أنشيلوتي وجود فريقه باريس سان جيرمان في معسكر تدريبي في العاصمة القطرية الدوحة ليقفل الباب بوجه أي إشاعة عن إمكانية انتقال أي لاعب جديد إلى نادي العاصمة الفرنسي. أنشيلوتي تحت أنظار مالكي النادي في ملاعب أكاديمية أسباير. اعتبر أن الجهاز الفني يرى في الفريق الحالي طاقات جيدة جدا ولاعبين يمتلكون قدرة تنافسية عالية. وفيما خص سوق الانتقالات، جزم المدرب السابق لتشيلسي عدم استخدام أي لاعب جديد باستثناء البرازيلي لوكاس مورا
متعاقد مع بي اس جي منذ الصيف الماضي. بين رفض كريستيانو رونالدو تجديد عقده مع الريال وخلاف الحارس إيكر كازياس مع المدرب مورينيو، حالات مماثلة كتب التاريخ في أروقة النادي الملكي. لم يحتفل كريستيانو رونالدو بهدفيه في مرمى غرناطة في الثاني من أيلولا سبتمبر الماضي بسبب مشاكل مع إدارة الملكي. حزن الدون دفعه إلى رفض توقيع عقد جديد يمتد إلى ما بعد عام 2015. القيمون على النادي يعلمون بأن هذا النوع من المشاكل ليس جديدا، فمتحف ريال مدريد يحتفظ بذكريات مشابهة. عام 64 رفض اللاعب المميز آنذاك ألفريدو دي ستيفانو تجديد عقده بعد عندما ساءت علاقته مع رئيس النادي سانتياغو برنابيو. نتيجة المشاكل أبعدت الرئيس الفخري الحالي إلى مقاطعة كاتالونيا وتحديدا إلى نادي إسبانيول. سوء العلاقة بين المدرب جوزيه مورينيو والقائد إيكر كاسياس أصبحت مادة دسمة للإعلام الإسباني. المراقبون يصفون الجدل الدائم بينهما بأنه نسخة مطابقة لخلاف عام 92. آنذاك سجل التاريخ واقعة بين المدرب ليو بن هاكن واللاعب بالصقر إيميليو بيتراغوينيو. اجتمع رئيس النادي رامون مندوزا بالمدرب الهولندي وقال له إن جلوس بيتراغوينيو على مقاعد البدلاء غير مقبول، فهو يمثل إرث النادي الملكي. خلاف اللاعب والمدرب انتهى بالاستغناء عن الأخير. عام 2007 طلب المدرب فابيو كابيلو الاستغناء عن الثنائي رونالدو البرازيلي وديفيد بيكهام. انتهى الموسم فخرج اللاعبان ومعهما المدرب الإيطالي. النجم البرازيلي رونالدينيو أبدى استعداده لخوض غمار كأس العالم عام 2014. نجم أتلتيكو مينيرو اعترف بجهازيته الكاملة للمشاركة مع منتخب السامبا. حلم كأس العالم يراود ابن 32 عاما كون البطولة تنظم في بلاد مهد الكرة. كلام النجم السابق لبرشلونة وإي سي ميلان جاء في زيارة إلى الهند بهدف الترويج لفيلم من بطولته. التجربة التلفزيونية ستكون مشابهة للاعب كرة السلة الأسطورة مايكل جوردن عام 96 على طريقة الرسوم المتحركة. برمية ثلاثية مع صافرة النهاية حاولت جيمس جونسون تأخر ساكرامنتو كينغز بنقطتين أمام نيويورك نيكس إلى فوز بفارق نقطة واحدة ضمن منافسات دوري السلة الأمريكية للمحترفين الـ NBA. بشكل دراماتيكي كسر ساكرامنتو مسلسل هزائمه، حقق فوزه الثاني في لقاءاته التسعة الأخيرة. أصحاب الأرض أنهوا اللقاء أمام متصدر الأطلس ب 106 نقاط ل 105. ماركوس ثورنتون كان أفضل مسجلي ساكرامنتو ب 18 نقطة، وأضاف نجم اللقاء جونسون 17. وفي صفوف الخاسر برز جي آر سميث ب 28 نقطة، تلا كريس كوبلاند ب 23، فتايسون تشاندلر ب 21 إلى 18 نقطة. السيناريو نفسه تكرر في ولاية لوس أنجلوس. كليبرز تغلب في الثواني الأخيرة على ضيفه يوتا جاز ب 116 نقطة ل 114. أصحاب الضيافة رفعوا عدد انتصاراتهم المتتالية هذا الشهر إلى 16. عادلوا إنجاز غريمهم ليكرز عام 72 وسان أنطونيو سبيرز عام 95. كليبرز تصدر مجموعة الهادئ ب 24 انتصارا في 30 مباراة. صاحب أفضل سجل في الدوري حاليا يتقدم على أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر مجموعة الشمال الغربي، ويدين كليبرز بالفوز إلى نجم كريس بول، سجل 29 نقطة منها النقاط السبع الأخيرة، وبرز بليك جريفن ب 22 نقطة و 13 متابعة. أما في صفوف يوتا فأفضل المسجلين كان راندي فوي ب 28 نقطة وآل جيفرسون ب 22. في التنس تأهلت إسبانيا إلى الدور الثاني من كأس هوبمن بعد إقصائها جنوب أفريقيا في مدينة بيرث الأسترالية. سقط الإسباني فرناندو فيرداسكو أمام كيفن أندرسون بمجموعتين نظيفتين، وبالنتيجة نفسها تخطت مواطنتها أنابيل مدينة غارييغاز منافستها شانيل تشيبرز. المتدور حسم في مباراة الزوج المختلط، فاز بمجموعتين من دون رد. ارتفاع درجة الحرارة دفع بالمنظمين إلى إغلاق سقف الملعب. سيلتقي الفريق الإسباني منافسه الفرنسي غدا الأحد ضمن المجموعة الثانية.
وقبل ختام النشرة نشير إلى أن متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد حافظ على فارق النقاط السبع التي تفصله عن مطارده السيتي. اليونايتد تغلب على ضيفه ويست بروميتش ألبيون بهدفين من دون مقابل. أما جاره السيتي فقد عانى الأمرين ليخرج فائزا بأربعة أهداف لثلاثة أمام مضيفه نوريتش سيتي. وبصعوبة كبيرة نجح توتنهام هوتسبير في تحويل تأخره أمام ساندرلاند إلى فوز، وارتقى مؤقتا إلى المركز الثالث برصيد 36 نقطة، وحافظ ساندرلاند على مركزه الثالث عشر ب 22 نقطة. كان هذا كل ما لدينا من أخبار في النشرة الرياضية المفصلة. نشكر لكم حسن المتابعة. ملتقانا يتجدد. إلى اللقاء.